معاكم يلاه خداتو البنات يلاه خيطاتو عرفتوا. شوف البنات كي جاني علم زويناتو انا البنات لاطي ديالي دايره بحال مونتي عرفتوا راه جاني عبارتي بحال السلطه البنات والله القسم في الطوله في كل شيء انا قدي قد الوالد. شكون اختي اللي عشاق القتبان؟ شكون اختي اللي كتبغي الشوا؟ شكون اختي اللي كتحماق على القتبان؟ اختي غادي نقسم الى كل شيء كاينش اللي ما كيجيش وما كيشكرش لينا الصالون ديالنا فهمتوا البنات. الزربيه راه كتجي كبيره البنات من القف حتى القف راسها راه كبيره ما تبان لكم صغيره راه كبيره ما شاء الله البنات. ها ديال المناسبات الاخوات راه كبيره ما شاء الله. سدي بالنسبه للبنات اللي حامله اللي حامله ما تاكلهاش ولا اللي شاكه في راسها حامله ما تاكلهاش البنات لان كيكونوا فيها الكيمات ديال كنتي ديري الدخان مع فيهم الشحمه صوري لهم ايمان هاد الطريقه هادي ما غاديش تاكلوها واخا تدور المغرب كامله البنات ما عدا بني ملل والنواحي. السلام عليكم البنات كديري لاباس عليكم اش خباركم فيديو جديد اختي ونهار جديد مع اختكم بشرى. جاوني بزاف ديال الميساجات بزاف ديال الاخوات عافاك اختي بشرى بارطاجي معنا الصالون ديالكم عافاك اختي بشرى ديري لنا واحد الجوله ما تكونوا غير على خاطركم يا احلى اخوات واحلى متتبعات. اليوم اختي غادي ندير لكم الجوله اللي طلبتوها مني. ايوا اختي بعدا قولوا لي بصحه كيجاني اختي القفيطين ديال الجوهرة. هانتوما هي البنات هانتوما هي الاخوات شوفوا لي اختي القفيطين جاني ما شاء الله. هذا اختي راكم عارفين اختي عارفين هذا القفيطين هذا ديال مونتي. انا البنات راه غير كنجي للمغرب راه كنلبس غير حوايج مونتي البنات والله القسم حتى من البيجامات وكان عيا ما نجيب وما كنلبس فاش كنجي لبني ملال والله يا البنات ما كنلبس شي حاجه كنلبس غير حوايجات مونتي لا البيجامات راه كاع البيجامات اللي شتوني كنلبس كلهم ديال مهمتي هنايا بني ملال وحتى القفيطنات. هذا هو اللي بارطاجيت معكم يلاه خداتو البنات يلاه خيطاتو عرفتوا. شوف البنات كي جاني علم زويناتو انا البنات لاطي ديالي دايره بحال مهمتي عرفتوا راه جاني عبارتي بحال السلطه البنات والله القسم في الطوله في كل شيء انا قدي قد الوالده البنات عرفتوا كيجيني غزال حتى تقولوا لي الراي ديالكم البنات. هذه هي جوهره اللي كنت بارطاجيت معكم البنات خديت من عند مصطفى جوهره بالشوكولا عرفتوا كتجي قهيبيه غزاله داك القهيوي الشوكولا البنات داك القهيوي الزوين عرفتوا ما شاء الله عجبتني وقلت غادي نلبسها هكا البنات غير شوف كيجوني القفطان قولي اختي بالصحه واخا ماشي ديالي قولوا لي بالصحه دايره عليا واحد الطريه اختي عطيني الاضاءه على الراس نتمنى وزوينه ديالي ما نطولش عليكم. دابا غندير لكم الجوله اختي في الصالون وقولوا لي اختي الراي ديالكم يا احلى اخوات واحلى متتبعات كيف ما طلبتوها مني ما غاديش ننزلها وما غاديش داك الشيء اللي طلبتوه مني كنحاول نديرو لكم الاخوات والله القسم الا راكم اخواتي وحباباتي وكيف ما كتبغوني حتى انا كنحماق عليكم واي حاجه طلبتوها مني وكانت اختي بالمستطاع كانت بالاستطاعه ديالي والله ما كنبخل عليها يا احلى اخوات واحلى متتبعات. وبالنسبه للصالون ديال الاخوات بزاف ديال البنات اللي قالوا لي عافاك اختي بشرى الا ما بارطاجي معنا الصالون ديالكم. بالنسبه ندير لكم هكا واحد الجوله خفيفه بالنسبه للبنات الصالون ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. انا كيعجبني كيحمقني البنات خصوصا كتحمقني الكرونه البنات في الصالونات كتعجبني الكرونه واخا البنات جاوني بزاف فاش كنت بارطاجيتو معكم العام اللي فات بزاف ديال المعيور اش هذاك الفراش اش هذاك الثوب اش هذاك اللون واحد التنمر البنات واحد التنمر ولكن معليش انا ما كان ماشي مشكل معليش. المهم بالنسبه للاخوات اللي طلبوا لي الجوله في الصالون الفراشه البنات كيجي ديال المبرة البنات عرفتي على زوينات وغزال ديال المبرة المخيدات كيجيو على هذا الشكل هذا شوف البنات غزال ما شاء الله. اختي كيحمق لي واخا يعيبوا لي تيعياو المهم كيبقى صالوننا وكيعجبني. كاين هاد المزيودات كيجيو على هذا الشكل هذا شوف الاخوات كيجي غزال ما شاء الله يا البنات والله القسم الى كلشي كاينش اللي ما كيجيش وما كيشكرش لينا الصالون ديالنا فهمتوا البنات. الزربيه راه كتجي كبيره البنات من القف حتى القف راسها راه كبيره ما تبان لكم صغيره راه كبيره ما شاء الله البنات. ها ديال المناسبات الاخوات راه كبيره ما شاء الله. سدي نشر لان البنات واحد الحراره كنهبطوا الفدريش البنات غير باش ما تدخلش هذيك الحراره فهمتوا البنات كيجيو الطبالي على هذا الشكل هذا دايرين هكا دايرين فيهم هذا ليناب هذا شوف البنات راه بلاستيك هذا كيجي على هذا الشكل هذا شوف علم زويناتهم فنين وهنايا كاينين هذوك ستريبتات فهمتوا الاخوات دايرين هذا البلاستيك من الفوق باش كي بروتيجي الطبله فهمتوا الاخوات. المهم كيجي على هذا الشكل هذا تكتبوا لي في التعليق ديالكم دايرين هذه الايه هذه كتجي على هذا الشكل هذا غزاله ما شاء الله زوينه. وكاين هذوك البولات كيجيو هكاك في القنيس في القناتي ديال الصاله فهمتوا البنات كيجيو على هذا الشكل هذا. عاد كاينين هادوك اللي كيجيو في البلافو البنات شفتو كيجي على مزوينات زعما صالون مغزال دايرين هاد التريه فهاد الشكل هذا
نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، واللي غتكتب لي شي تعليق خايب بلا اختي ما تكتبي، راه كله والذوق ديالو، ماشي حيت انا عجبني غيعجبك حتى انت. راه الالوان كتختلف والاذواق كتختلف اختي، والله سبحانه وتعالى ما فرق الريوس، كل واحد يدير اللي بغى وكل اختي يلبس اللي بغى، فهمتوا؟ كاين هاد السوندريات هادو، ديرين هاد الكوانات هادو البنات هنايا كيجيو على هاد الشكل هذا، شو الاخوات كاين هذا هاد الكوان هذا هنايا، دايرين هاد اللعيبات هادو كيجيو هكا غزالين، شوف البنات زوينين هنا في الكوان. وكاين هذا الريدو هذا راه كنديرو ليه على هاد الشكل هذا، رايح مع كنت حلال البارح في الليل. هانتوما البنات هانتوما بحال بغيتي ديري الريدو، شوف البنات كيجي الشكل ديالو على مزويناتو. هاديك واقيلا تحرقات البنات، شعلتها ما شعلاتش تحرقات. كاين هكا كاين هاد المزيودات هادو دايرينهم هنايا في القناه، فهمتوا البنات كيجيو على هاد الشكل، دايرين هادي كتجي مزوق وهادي كتجي سامبل، فهمتوا البنات دايرين وحده دايرين جات هنايا. تنعطيكم حتى افكار هكا باللي باغا تصايب صالون، انا كننصحكم البنات بهاد اللوين هذا، هاد اللوين البنات عمرو ما كيدي موضه، فهمتوا البنات هاد اللوين هذا ما عمرو الاخوات كيدي موضه، هذا كيبقى دائما دائما البنات. الكرونه بالنسبه للكرونه، شو ولدي في الناس راه ناعس في الارض بالنسبه للبنات الكرونه كتبقى دائما البنات موضه. انا من نهار كنعقل وحنا راه كنبدلوا البنات، راه ماشي كنبقاو غير في هذا اللون هذا، ولكن اكثريه ديال الموديلات اللي درنا كلهم كرونه، فهمتوا البنات كلهم كرونه، لان كتبقى كرونه طوندوس، كتبقى كرونه زوينه الاخوات. المهم زوينة ديالي دابا اختي غادي نمشي نبدل حويجاتي وغادي نطلع البنات حيت بغينا نشويو، وغادي نبارطاجي معكم اي حاجه درناها. ما تبخلوش عليا بالميساجات ديالكم الزوينين اللي كيفرحوني، وبالتشجيع ديالكم يا احلى اخوات واحلى متتبعات، ومن طبيعه الحال اختي بالكومونتيرات ديالكم الزوينين. والله الا البنات الا كنفرح 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 بزاف فاش كنقرا دوك الكومونتيرات الزوينين ديالكم بالبارطاج من طبيعه الحال. وجيم واللي مازال ما دايرش ابوني دير ابوني، كنبغيكم يا احلى اخوات. شكون اختي اللي عشاق القتبان؟ شكون اختي اللي كتبغي الشوا؟ شكون اختي اللي كتحماق على القتبان؟ اختي غادي نطلعو نشويو، والله يا البنات الا كيعجبني الشوا كتعجبني اختي الدواره. هانتوما يا البنات غادي ندير لكم اختي اليوم القتبان ديال بني ملال كنقطعو البنات كنديرو ليه واحد الطريقه سبيسيال البنات. غادي نطلعو ان شاء الله للصح، بنتي بنت وليداتي راه هي كنخاف عليهم البنات في الدروج، والله يا البنات الا كنخاف عليهم كيبقاو طالعين هابطين. هانتوما شفتوهم طالعين اختي هابطين، دابا ان شاء الله غادي نشويو وغنوريكم اختي الطريقه اللي كنديرو، غير خليكم معايا الاخوات. غنزهرو دابا الفاخر، ايوا اختي نبداو نشويو باذن الله. انتي اختي هانتوما البنات ما شهيتكم، هانتوما اختي انا كنزهرو في الفاخر نوريكم. هانتوما زوينه ديال اختي هو الفاخر ديالنا تيزهر، نخليو اختي تيزهر ونبداو الشوا ديالنا. ودابا زوينه ديالي انا حنا كنشوف الاخوات اول حاجه كنديرو، هانتوما البنات وريو معوليا، هانتوما ركبت الاخوات الكبده درتها هنا في القتبان، غادي نمشيو نشويوها الكبده والريه باش كنصايبو القتبان ديالنا. هنا البنات درنا بيبي هذا، بالنسبه حيت كاينين اللي ما كياكلش هكا الدواره درنا هنا بيبي البنات شرمناه. هنا درنا الكرشه شديناها غسلناها مزيان البنات وسلقناها وقطعناها، شوف الاخوات. وهنايا كاينه ديك كنقولوا القالب كنقولوا ديك الهبيله، كلشي قطعناه كلشي اختي غادي نشوف. هنا كاينين حتى المصارن. هانتوما البنات غادي نكمل اختي دابا التركيب ديال الدواره ديالنا وغادي نبداو نشويو. اول حاجه كنشويو هذا ايوا اختي، وهذا هما اختي اللي كيبغي الدواره، راه كاين اللي ما عندوش البنات. انا اختي كنحماق على الدواره، عز عليا البنات الشوي ديال الدواره كيجي ما شاء الله. نديرو اختي كدير وحده قلب وحده هبيله وحده حادقه، امتى دير عقله؟ وحده هبيله وحده حادقه يا اختي. هادو هما القتبان البنات، كلو الطريقة ديالو، شتي القتبان راه كل الناس وكل مدينة وكل بلاد الطريقة ديالو. الشلوح هما المعروفين بالدواور، عندك الصح كاين بعد المناطق اشنو هي الدواور؟ هي الكبدة بولفة وصافي، الكبدة بولفة كلشي كيمشي تقلية، ما كيديروش هادشي لا قلب لا ريال، حنا كلشي القلب كيتشوى، الرشا كتشوى، الكبدة كتشوى، الريا كتشوى، حتى المصارم كنشوى، وحتى المصارم هما البنات شفتهم.
هانتوما الاخوات كنديروا شي ديال الملح وكنديروا شويه ديال الملح ولكن راه كيتقلبوا كيتغسلوا مزيان البنات وكيتقلبوا المصارن وكيتشوا كنديروا فيهم شويه ديال الملح وكنشويهم قال لي كاين هو ما كاين حتى يجيو تبارك الله الحرقه وخلاص والله انا راه كيعجبني كيعجبني اختي الدوار ما كنحملش نجلس انا ويجيبوا لي اختي هذا هذا هو عندي انا لا صامور ديال الدوار انا العكس ديالك نخدم نعمر شويه ندير لكم بولفاف لا 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 يعني بنت ما بقى عندي داك الحب ديالي للدوار ها هو الحاجه اللي ما كتعرفوش على بوشرى هي الا طابت الكبده هي الاولى كتمشي طير شوف ما عليك خلي خضعه كتقول لك ادوق لك هادي ونشوف لك هادي واش طايبه وهادي شويتيني يا صاحبي ايوا كنبغي ندوقها صافي نعاودها في الطياب ولا لا حق الكبده عندك هشيشه عندي الكبده نينا البنات غادي نوريكم دابا واحد القسبان كيدارو غير في الشلوح غير الشلوح البنات اللي كيديروها الكرشه بزاف ديال الناس اللي ما كيستعملوهاش كقطبان الكرشه البنات بزاف ديال المدن ولكن بني من اللون النواحي وتبني من ماشي بني من كامله البنات كيستعملوا هاد القصبان هادو اللي غنوريكم دابا وكيجيو بنان البنات والله القسم اللي كيجيو بنان كنشدوا الكرشه كتغسليها مزيان وكتسلقيها البنات فهمتوا على هاد الشكل هذا هاد هي الهبيله اللي وريتكم البنات هي هادي مشرمله هاد الهبيله عباره على داك الولسيس البنات اللي كيكون في الدواره بعض المناطق كيقولوا لي الكبده البيضاء كيكون داك الولسيس في الدواره البنات كيكون مشح يعني بحال كبيده بيضاء فهمتوا البنات هو اللي كنقطعوه هنايا وكنشرملوها البنات بالبصله وسميتو وكنجيبو هاد الشحيمه البنات على كناخذ دابا شحيمه ياك كنشد الكرشه وكنديرها على هاد البلاصه الحرشه كندير لها على هاد الشكل هذا البنات وكندورها بحال الشكل ديال البولفال على هاد الشكل هذا فهمتوا صافي وكندخلها في القصيب هاد الطريقه هادي ما غاديش تاكلوها واخا تدوروا المغرب كامل البنات ما عدا بني ملل والنواحي وكنشدوا البنات القطيب ديالنا وكنديروا ليه على هاد الشكل المهم كنقاد تحلات خاصني ما خاصهاش تحل ليا البنات فهمتوا خاصني نكبرها ونسدها فهمتوا الاخوات وكتجيني بحال الشكل ديال البولفافه ما خاصهاش تحل خاصها تجي على الطريقه هادي وغادي نتم غادي حتى نكمل القطيب ديالي عرف سويا البنات والله القسم ما تقنعي منها غير جربوها يا البنات ها هي كبده الكرشه كلها مسلوقه ومنقيه ومقاده البنات ودابا غادي نبدا نعمرها هاد البلاصه الحرشه كتجي لداخل البنات فهمتوا وكنديروا هكا كتختاري واحد الا بانت لك كبيره كتنقصي منها يعني ما تبقاش الشحمه كبيره فهمتوا الاخوات وكندير على هاد الشكل هذا وكندور القطيب بحال الشكل ديال البولفاف فهمتوا صافي وكنس ايوا وكنسدها البنات على هاد الشكل هذا كتجي بحال الشكل ديال البولفاف ضروري الشحمه تدخل لداخل وتسدي عليها البنات فهمتوا يعني وكنركب على هاد الشكل هذا فهمتوا باش ما تحلش ليا كنركبهم على هاد الشكل هذا البنات وكنبقى غاديه البنات زوينه ديالي درنا شليطه ديال هكا ديال الباربا وخيزو شوف البنات هادو سلقناهم وبطاطا هانتوما الاخوات درنا ودرنا هكا شليطه ديال المعطيشه بالخيار والبصله باش نرافقوهم البنات بالشوا ديالنا فرضنا القتيبات ديالنا ديال اللي درنا بالكرشه والشحمه نتمنى يبانوا لكم مزيان عرفتوا راه كيجيو عالم زوينه هانتوما الاخوات شو ما كيدير كيتشوا راه بنتي اللي كتنشى الاخوات شو ما شاء الله شو الاخوات صورة كيجيو غزالين مشاهيتكم كنتمنى تجربوهم بالكبده ولدي بالكبده البنات كنشدو بحال هكا الشحمه مع كنقطعوها كنقطعوها على هذا الشكل هذا كتجي طويله البنات شفتوا البولفاف العادي البولفاف معروف البنات كيدار يعني معروف كلشي كيدير البولفاف كنقطعو الشحمه وديك الكبده اللي شوينا البنات
كنديروا لها على هذا الشكل هذا شوف كنديروا على شكل حتى كندوروها بحال هكا شوف وكنقطعوا صافي كنقطعوا كنجيبوا الكسيف صافي وكنبداو نعمروا بحال هكا كنديروا وحده كبده وحده ريه وحده كبده وحده ريه ولا كديروا كله اللي ديال الكبده حتى كتعمري على هذا الشكل هذا وكتبداي تشوي صوره ما شاء الله صوره هذو كثير عندهم كل اللي كوبش كيجيو بنين ما شاء الله كيبات ديال كنتي ديري الدخان مع فيهم الشحمه صوري لهما ايمان شتي القسبان شوف البنات هانتوما شوف كيجيو ما شاء الله ما شاء الله يا البنات عرفتو كيشهيو هادو البنات الكبده والفاف هذا البنات شتا تيبعتي نحيد لكم الدخان شوف البنات ما شاء الله كيشهيو يا الاخوات هانتوما شوفو شوف هذا هو بولفاف البنات بولفاف ديال الكبده الاخوات على مزوينات كيشهي اللي كتوحم تسمح ليا يلا اختكم بشرى سالينا البنات العشاء جمعنا الدنيا غسلنا اختي لمي عناس عرفتوا ما شاء الله والله البنات ما قديتش ما قلتليش قديت النوض معزين عليا القسبان بقيت اختي غير واحد ورا واحد والله يا البنات الا ما شاء الله الوزنه ديالي بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه اللي بغيت نرطبها دابا البنات هادي غتقولي بشرى شنو هي هادي البنات هادي كيقولوا ليها عندها جوج سميات كنقولوا ليها المجبنه وكنقولوا ليها البنات التفغدانت هادي كنعمروها البنات راه معروفه يا الاخوات كنعمروها باللحم وكنعمروها بالشحمه كنعمروها بالحلبه كنعمروها براس الحانوت كنعمروها البنات بالمساخم ها هي البنات فهمتوا دابا غادي نتقبها بالمشوى وغادي نديرها في الماء فهمتوا الاخوات باش ان شاء الله غدا نصايبوا بها الكسكسو هادي خاصها على الاقل على الاقل خاصها تنشف خاصها تبقى في الشمس شهر البنات شهر المهم قولوا لي شكون اللي كيديرها المهم راه كثر ديال البنات المغرب كامل يعني ما عرفتش واش كاينه البنات يعني حتى في دول اخرين فهمتوا بحال اخواتنا الجزائريين اخواتنا التوانسه فهمتوا البنات ما عرفتش واش حتى هما كيديروها المهم حنا كنديروها في المغرب البنات راه تقاليد اختي ديال العيد الكبير هذه اختي راه ديال العيد الكبير البنات والله القسم وبحر اختي غادي نجبدوها دابا خلوها لي حتى جيت وغنطيبوا بها الكسكسو ان شاء الله كتجي زوينه غير هي بالنسبه للبنات اللي حامله اللي حامله ما تاكلهاش ولا اللي شاكه في راسها حامله ما تاكلهاش البنات لان كيكونوا فيها المساخن فهمتوا البنات وزوينه هذه كتكون سخونه حتى بالنسبه للناس اللي كيقلبوها كاع على وليدات وعلى فهمتوا البنات زوينه حيت كيكونوا فيها المساخن غادي نتقبها دابا ونديروها في الماء ان شاء الله باش تغدى ان شاء الله نديروا بها الكسكسو